ممكن بكون غريب في تصرفاتي انا، بس مش شرط ان يكون احساسي ده سببهم هم، ممكن اكون انا اللي مش شبههم، فاهم؟ وممكن اكون انا بعمل حاجات شفتها في حته تانيه فبجيب انا اللي مش شبههم. اسمي محمد عبد الصبور من جنة، عندي 18 سنة، بصور من 2015 أو 16 مثلا. يعني أول حاجة صورتها في حياتي كانت مرمى، هو احتفال تحديدا في جنة، يعني هو في مولد سيدي عبد الرحيم. هو عبارة عن مجموعة ناس خيالة بيتجمعوا، تلاقي كل الناس بتيجي من قرى وناس بتيجي من نجوع تانية ومن بلاد تانية، حاملين الخيل بتاعهم. الفترة دي كنت بسافر عشان حاجات تبع التصوير وحاجات من كده، يعني أنا عشان أتفرج على فيلم في دور عرض احتاجي إن أنا أروح لوكسور 60 كيلو أو الغردقة 220-240 كيلو أو القاهرة. بس دي بالنسبة لي أنا حاجة مضايقاني، طبعاً ما فيش حاجة زي كده، يعني فاهم؟ ليه أنا بخش سينما في بلد مش بلدي؟ ليه بكون لوحدي؟ كان في اتنين، والاتنين مكفولين. الكلام ده بتسمع مثلا في اولى ثانوي من اول ما بدات، وبعد كده كان دايما عندي، يعني عندي رد دايما، اقول لك مش غريب، ممكن ابقى غريب فكر، شبههم في حاجات كتيره، يعني لون، كلام، حاجات، كل الحاجات الاساسيه دي طبعا شبههم، يعني ان ده البلد اللي انا عايش فيها. فكك من كل ده، فاهم؟ اصلي جناوي بس، فاهم؟ يعني دي حاجه انا امشي بيها كده، ده تاج كده امشي بيه في اي حته، في اي حته، في اي حته ادخل بقول انا من جنة. خير. أتعهد أنا محمد عبد الصبور توفيق على أن أنتظم في حياتي، أن أكون شابا صالح يسعى لتحقيق أحلامه. أريد أن أكمل دراستي خارج البلاد، وأن أتعامل مع أجناس مختلفة من جميع أنحاء العالم، لأنني أحب أن أضيف شيئا جديد لحياتي من كل فترة إلى الثانية. لم أجد أحد يستمع إلي جيدا، فاتجهت إلى نفسي متحدثا إليها بين السطور. حلم، إرادة، عزيمة، جنون، سعي، الإيمان بالله، الإيمان بالنفس، التسامح، نقد الذات.